اللهم يا رحيم يا رحمن يا ذا الجود والإحسان، نسألك أن توفر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. اللهم وأسبغ عليه رحماتك الحسان، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأنزله أعلى منازل أهل الإحسان في أعلى الجنان. اللهم واغفر للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، اللهم وارفع درجته في عليين، وأنزله منازل المقربين إليك، واجعله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وارحم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأفض عليه من رحماتك، وأنزله المنزل المقرب لديك، واجعله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.